في يوم من الايام وليله من الليالي كان عندنا منتخب على اي منتخب كعبه عالي. نعم المصريين يمرون من هنا، افرح انت افريقي، افرح انت عربي. صحيح ما كانش معانا محترف من افضل 3 لعيبه في العالم، لكن كان معانا لعيب مستوى اوروبي وعالمي، وكان بيلعب برجوله على كل كوره ومقاتل لابعد الحدود، وكان معانا كمان قائد بكل ما تحمل الكلمه من معنى، ولعيب مهاري واللمسه منه الجون لان هو راجل بركه. تريكا راجل بركه، راجل بركه في كل. مدربنا وقتها ما كانش درب فرق اوروبيه، لكن كان راجل عنده شخصيه قويه وكان مدرب معلم. كم انت كبير يا شحاته، كم انت رائع يا مايسترو، الرجل الذي غير التاريخ. في موسم 2004 كابتن حسن شحاته تولى تدريب منتخب مصر كمدير فني مؤقت لحد ما يشوفه مدرب اجنبي، وبسم الله ما شاء الله في اول ماتشاته قدم مستوى واداء رائع وبارع ومميز، اداء فيه اتزان كبير وفيه شخصيه وفيه شغل هجومي من اللي احنا بنحبه. ده غير كمان ان النقطه الاهم انه حولنا تماما من منتخب ما عندوش اي شخصيه وملوش اي هيبه لمنتخب تاني لعبته بتلعب بشخصيه وبرجوله، مش مهم هتلعب مع مين فين امتى، المهم ان انت تنزل تأدي برجوله قدام اي حد. احنا الروح اللي كانت عندنا في البطوله دي كانت تكسب اي فرقه. الاداء المميز والشخصيه الكبيره ظهرت من اول مباراه لكابتن حسن شحاته اللي كانت مباراه مصر وبلغاريا. مصر وبلغاريا لقاء مهم جدا في اول تجربه للكابتن حسن شحاته. شغل تكتيكي عالي جدا وكمان اداء فردي مميز لاكتر من لاعب زي تريكا ووش رجله العالمي اللي كان بمنتهى السهوله بيوصل متعب للجون، وزي كمان مهارة وخفة وسرعة محمد بركات اللي كان حرفيا بياخد الكرة من نص ملعبنا ويروح على الجون. وسام حسن لمحمد بركات، مفيش تقلل بقى مراكز، وتحرك جيد لمحمد بركات، وسرعه لبركات، وسرعه لبركات، ودخل وضربه جزاء. اداء المعلم بقى ظهر من المباراه الاولى مرورا بماتشات تانية تقيله جدا اهمها طبعا مباراه مصر والبرازيل. اداء مبهر وروح وشخصيه ورجوله ومستوى عالي جدا لدرجه ان دونجا ما كانش مستوعب الشكل اللي احنا ظهرنا بيه خصوصا في الشوط الثاني، ولدرجه كمان ان الكابتن عصام الشوالي اللي دايما بيبقى وشه حلو علينا قال على منتخب البرازيل صعبوا عليا يا مصريين. صعبوا عليا يا مصريين، صعبوا عليا يا مصريين. وطبعا الرجوله والشخصيه والروح اللي احنا بنتكلم عليها حاجه ما هياش مجرد كلام في الهوا او شعارات والسلام، لكنها حقيقه واضحه جدا. على سبيل المثال بتلعب قدام البرازيل ومتاخر بهدفين وبسم الله ما شاء الله بتجيب جون وبعدها بتسجل التعادل في خلال فقط دقيقتين. وده طبعا اهم اسبابه هو شخصيه الكابتن حسن شحاته اللي دخل بين الشوطين وحرفيا كان هيكسر اللعيبه. دخل ما بين في كاس الاوروبا مصريين 3-1، راح شايل الثلاجه وراح رزعها في الحيطه. يا بشوات. فطبعا اللعيبه دخلت في الشوط الثاني اتحولوا تماما وقدموا افضل شوط ليهم تقريبا في التاريخ بتاع منتخب مصر، وكل اللعيبه الحقيقه عملت اداء مميز جدا باستثناء 4 لعيبه كان ده تقريبا اهم ماتش ليهم في تاريخهم. رقم 1 محمد شوقي، الراجل اللي كان عامل اداء دفاعي عالمي وفي نفس الوقت اداء هجومي مميز جدا وتحركات وتكمله لل 18 وطبعا هدف عالمي من اهم اهدافه ان لم يكن اهمها. اما بقى رقم 2 هو محمد زيدان، الراجل اللي كان عنده قتاليه كبيره جدا وكان بيلعب برجوله برغم ان هو ما شاء الله عنده مهاره عاليه مش عند اي لاعب تاني في افريقيا. تحرك زي ما قال الكتاب في الجون الاولاني، وفي الجون الثاني فنت عالمي وتسديده بالشمال. اما بقى رقم 3 هو الساحر امير القلوب ابو تريكا، الراجل اللي بسم الله ما شاء الله كالعاده كان عالمي وساهم مع منتخب مصر قدام البرازيل ب3 اهداف، اسيست اول لزيزو، اسيست تاني لزيزو، وهدف شوقي هو اللي عمل البري اسيست، وهو اساسا اللي كان صانع الهجمه من البدايه وبادئ الكره من الاول. ابو تريكا للثالثة، اين الجزء الرابع؟ اين الجزء الخامسه؟ في كوره ولا اما الرابع هو الباك ليفت سيد معوض اللي تقريبا ده ماتش من اهم ماتشاته اللي لم يكن اهمها، مستوى واداء مميز جدا. ومن اهم ماتشاتنا كمان اللي برضو عملنا فيها اداء عالمي ومستوى مميز وظهرنا بشخصيه وبروح عاليه جدا كان برضو مصر وايطاليا لما كسبنا الطليان
بجون حمص. يا حمص حمص يلا حمص بقى الاول كره. كنت نازل قدام منتخب من اهم وافضل منتخبات العالم والمنتخب اللي كان فايز باخر مونديال، ومع ذلك قدمت مستوى مبهر جدا واداء عالمي. عصام الحضري اللي تقريبا جاب لهم جلطه، وتريكا العالمي بوش رجله المعتاد اللي كان حاضر طول المباراه. بنكسب بهدف عالمي لمحمد حمص وباسيست عالمي لمحمد ابو تريكا. الله عليك يا حمص، الله عليك يا مصر. ده طبعا كان بالنسبه لاهم الماتشات، اما بقى اهم الالقاب فالمعلم حسن شحاته فاز معانا ما شاء الله بثلاثه امم افريقيا ورا بعض، ولعب معانا 86 مباراة كسبنا معاه 52 وتعادلنا في 16 وخسرنا في 18 وسجلنا معاه 170 هدف واستقبلنا 80. واهم حاجة طبعا في فترته ما كانتش بس الاداء الخططي والشغل اللي كان بيعمله من ناحية التكتيك والخطط، ولكن كمان ضيف معاها الشخصية اللي كنا بنلعب بيها والثقة العالية جدا اللي كنا بننزل بيها قدام اي حد. يعني على سبيل المثال لما خسرنا من منتخب الجزائر 1-0 في تصفيات كاس العالم، رجعنا تاني كسبناهم في نص نهائي امم افريقيا وعملنا عليهم ماتش عالمي. ثقة كبيرة الان لبطل افريقيا المنتخب المصري يقترب من ملاقات البلاك ستارز. اما بقى على مستوى الالقاب بالنسبه للعيبه، فانت ما شاء الله في الفتره دي كنت بتفوز تقريبا بكل الجوائز اللي في القاره. عصام الحضري افضل حارس في افريقيا 2006 و2008 و2010، في 2005 محمد بركات افضل لاعب في افريقيا، اما بقى 2006 محمد ابو تريكا كان افضل لاعب في افريقيا، 2008 افضل لاعب في افريقيا كان محمد ابو تريكا، وافضل لاعب في بطوله امم افريقيا كان حسني عبد ربه. اما بقى احمد حسن وده كان واحد الحقيقه ضمن ثلاث لعيبه هم الاهم في الجيل ده، افضل لاعب في افريقيا 2010 وافضل لاعب في امم افريقيا 2006 و2010. فطبعا المعلم كان مدرب مهم جدا مر على تاريخ منتخب مصر، والجيل ده تقريبا هو افضل جيل شفناه مع منتخب مصر، كان بيلعب برجوله وبيلعب باداء عالي جدا وبقتاليه وبشخصيه كبيره جدا، وبالتالي يستحق مننا كل الاحترام وكل التقدير وكل التحيه، لان دي كانت اخر ايام لما كان عندنا منتخب. اخر حاجه هستناك تقول لي في التعليقات ردك على سؤال صعب جدا، مين افضل لاعب في الجيل ده من وجهه نظرك؟ وما تنساش كمان تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس، واشوفك في فيديو جديد. احمد فهيد.